معنا على الهاتف الأستاذ أشرف العشري، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف. مساء الخير أستاذ شادي. أهلا بحضرتك. نقاط عدة تناولها هذا اللقاء الذي جرى بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي عبر الهاتف، بيأتي على رأس هذه النقاط بالطبع الشأن الليبي، وقد تم يعني توضيح المحددات المصرية للرئيس الأمريكي. كيف ترى هذه النقطة أولا في هذه المكالمة الهاتفية؟ مساء الخير. اعتقد ان الاتصال بياتي في اطار التشاور وتبادل الراي بين القاهره وواشنطن لما يمر بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي ترامب من علاقات استراتيجيه وعلاقات فيها كثير من الود والتفاهم والانسجام في مسار دفع العلاقات نحو افق ارحب، يلعب دورا كبيرا في توفير استحقاقات السلام والنقاش حول قضايا المنطقه، مما تمثله مصر الان من ركيزه اساسيه في صنع السلام والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. الاتصال كان على درجه كبيره من الاهميه، خاصه انه تناول قضايا حيويه تحتاج الى ان يكون هناك بالفعل نوع من التلاقي المصري الامريكي وتوفير سبل استحقاقات الحل والتفاهم نحو سعي لتوفير مبادرات ناجحه من قبل الدوله المصريه بوضع امريكي في هذه المرحله الدقيقه. الاتصال تناول مجموعه من القضايا ابرزها الملف الليبي بالفعل، واعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول مع الرئيس الامريكي مجمل ما يحدث في حاليا من التوترات، وايضا لجوء بعض الاقليميه الى التصعيد وتوفير استحقاقات للاسف الشديد الكاذبه لجماعات ارهابيه من المرتزقه والميليشيات لتفجير الاوضاع في ليبيا، وهذا ما تسعى مصر لانهائه عبر طرح كثير من الحلول السلميه في ضوء الحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوده القاهره باتجاه حل الازمه الليبيه منذ شهور طويله اسفر عنه ما يعرف باعلان مبادره القاهره في الخامس من شهر يونيو الماضي، وتواصل الاتصالات المصريه مع كافه الاطراف الدوليه، خاصة أن الرئيس السيسي عرض على الرئيس الأمريكي مجمل ما يحدث حاليا في ليبيا ورغبة القاهرة في تثبيت الأوضاع نحو السلام والأمن والاستقرار. نعم، يعني وقد أبدى الرئيس الأمريكي تفهمه لهذه الشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية. القاهرة لا أقول حتى لا أكون مبالغا من أفضل العواصم في العالم وفي الشرق الأوسط التي تلعب دورا كبيرا نحو توفير استحقاقات السلام والاستقرار في ليبيا حاليا. طرحت المبادرة المصرية بتوافق ليبي من قبل مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، وايضا تسعى للاتصال والحوار والنقاش والحراك مع كل الاطراف الاقليميه بما فيها الاوروبيه وامريكا ودول الشرق الاوسط لضروره ان يكون هناك بالفعل تغليب لجهود الحل السياسي والسلمي على اي توترات اخرى تؤدي الى حدوث توترات في ليبيا ولها تاثيرات على الامن القومي العربي والامن القومي الاقليمي في المنطقه. صحيح، يعني ايضا يعني في هذا الاطار اللي بتتحدث عنه استاذ اشرف، تم التوافق بين الرئيسين على تثبيت وقف اطلاق النار في ليبيا، عدم التصعيد، تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسيه. هذا الموقف الامريكي الذي اكد على ثبات وقوه الموقف المصري يؤكد ان هناك رضا وتعاون امريكي كامل مع الطرح المصري نحو توفير الحلول واستحقاقات الحل السياسي والسلمي للازمه الليبيه، وهذا غطاء امريكي بالغ الاهميه يعطي مصر الكثير من الزخم والحراك المتواصل على مدار الساعه والايام والاسابيع الماضيه لانقاذ ليبيا ووقف عمليات الارهاب والتوتر داخل الاراضي الليبيه، ويؤكد التلاقي وانسجام وتماهي المواقف والافكار المصريه الامريكيه نحو استحقاقات الحل في ليبيا بعيدا عن التوتر العسكري الذي سوف يقود الى تداعيات خطيره على كافه الاطراف بما فيها الطرف الليبي ودول الاتحاد الاوروبي وايضا الامن القومي العربي، بالاضافه لان التفاهم المصري الامريكي ينسجم مع قرارات الامم المتحده ومفاوضات مؤتمر برلين، وايضا يتعاظم مع قدرات الحراك المصري فيما يتعلق بالمبادره المصريه اعلان القاهره لامكانيه ان يكون هناك بالفعل غطاء امريكي دولي في المرحله القادمه لاستمرار التعاون مع مصر نحو فتح افق وفتح ثغره في اداره الازمه الليبيه، خاصه ان التعهد الامريكي بمساعده هذا الحراك المصري يلعب دورا كبيرا في توفير التفاهم بين القوى الكبرى في العالم للتعاون مع مصر في هذه المرحله الدقيقه للبحث في امكانيه احداث النقله النوعيه على مسار تغليب الحل السياسي في المرحله القادمه بشان الازمه الليبيه، خاصه ان القاهره لم تألو جهدا طيله الاسابيع الماضيه نحو اقناع كل الفرقاء بمفهوم الليبيين وايضا أطراف المعادلة الدولية لضرورة تغليب الحل السياسي والبحث عن فرص الحل الدبلوماسي باعتباره أنه يمثل خريطة الطريق وفرته القاهرة من خلال إعلان القاهرة الذي طرحه الرئيس السيسي، ويوفر حلا وتصورا متكاملا لكافة العناصر الخاصة بحل الأزمة الليبية التي تدعو كل الأطراف دون تفرقة في ليبيا
للجلوس على طاولة الحوار والبحث في الحفاظ على الدولة الوطنية وتفعيل مؤسسات الدولة الليبية في المرحلة القادمة. نقاط عدة يعني كما ذكرنا تناولها هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ضمنها النقطة المتعلقة بسد النهضة. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن التطورات في الموقف الحالي فيما يتعلق بسد النهضة. تم التوافق أيضا بشأن أهمية التوصل إلى يعني وسيلة وأهمية للمفاوضات، حتمية الوصول لاتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث المائية والتنموية. أيضا كيف نظرت إلى هذه النقطة أستاذ أشرف؟ أعتقد أن هذا النقطة كانت محور حديث أيضا كقضية ثانية نالت كثير من النقاش المطول والمعمق نحو بحث السبل الخاصة بإيجاد حل لأزمة سد النهضة في إطار الجهد الأمريكي الذي لعب دورا كبيرا في أوائل هذا العام واستضاف مفاوضات ماراثونية بين القاهرة والسودان وأثيوبيا لإمكانية البحث في التوصل اتفاق شبه نهائي، ونجحت الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت حتى 21 فبراير كما تعلم. ثم كان هناك الهروب والتراجع والخلل الأثيوبي في هذا الموقف، بالتالي أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يضع الرئيس الأمريكي في جهود الاتصالات والحراك المصري نحو توفير استحقاقات النجاح بشكل كبير في المرحلة القادمة، وما حدث في اجتماع القمة الإفريقية المستقرة الأخيرة وما سيحدث غدا في اجتماع القمة أيضا الثاني، بالإضافة لجهود مصر التي حددت مجموعة من الثوابت والركائز الأساسية من أجل الوصول لاتفاق عادل متوازن ينفي طموحات وأيضا مصالح الدول الثلاث ويوفر استحقاقات التفاهم حول حل إيجابي مرضي لكل الأطراف في هذا الشأن، وايضا التعاون مع الولايات المتحده الامريكيه في التوصل الى صيغه اتفاق يلعب دورا كبيرا في انهاء هذه الازمه استنادا الى الجهود والتراكمات الامريكيه طيله الاشهر الماضيه، باعتبار ان الدور الامريكي كان دور فاعل ومحفز لكل الاطراف، وبالتالي يمكن امريكا ان تساهم بدور كبير في التعاون مع مصر والطرفين السوداني والاثيوبي في هذا الشان طبقا لمرجعيات مفاوضات واشنطن منذ 6 أشهر حتى الآن، وهذا الأمر يلبي كثير من النجاحات ويلعب دورا كبيرا في إمكانية تسهيل الحراك نحو حل مرضي للأطراف ويحافظ على حقوق مصر التاريخية والثابتة في هذا الإطار. أخيرا أستاذ أشرف، يعني تم أيضا بحث الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، هي علاقات استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مجالات عدة تتميز بها هذه العلاقة. خلينا نتفق يا استاذ شادي ان العلاقات المصريه الامريكيه في ال4 سنوات الماضيه حفلت بكثير من التعزيز والتعمق في طيله الفتره الماضيه بفضل النجاحات التي استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يخلق حاله من التناهي والانسجام مع الاداره الامريكيه في البيت الابيض اداره ترامب حاليا، وينهي حاله التباعد والخلل الذي كانت قائمه في العلاقات اثناء فتره الرئيس اوباما. على ما تتذكر منذ ال4 سنوات الماضيه او قرابه ال4 سنوات العلاقات المصريه الامريكيه قطعت شوطا من التلاقي والتوافق حول القضايا الخاصه بالشراكه الاستراتيجيه بين البلدين في المستويات السياسيه والاقتصاديه وايضا العسكريه، والتفاهم نحو توفير افق حل مشترك بين البلدين بشان قضايا الشرق الاوسط، واعتماد واشنطن على القاهره كراس حربه ناجحه في ضبط التوازن السياسي والاستراتيجي في المنطقه، وايضا توفير استحقاقات التلاقي فيما يتعلق مع قضايا الخاصه بتطورات الاوضاع سواء في ليبيا في اليمن في العراق في سوريا، باعتبار ان الولايات المتحده الامريكيه ترى في مصر شريك اساسي واستراتيجي يساهم بكثير من الجهد في حلحله الامور بما تمتلكه القاهره الان من قدرات استراتيجيه وعائده بقوه الاقليم في ظل حاله البزغ ومحركات الانطلاق التي قام رئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيلها فيما يتعلق بعوده الدبلوماسيه المصريه النشيطه التي لعب والكفؤه التي لعبت دورا في صياغه مشهد للامن والاستقرار في بعض مناطق المنطقه بالتعاون مع الاداره الامريكيه في هذا الشان، وبالتالي العلاقات على المستوى الثنائي تحكم كثير من عوامل الاستقرار وركائز التعاون والتلاقي لمسار شراكه استراتيجيه ادت الى تفاهم امريكي مصري على المستوى الثنائي بالغ الاهميه في تعميق العلاقات في كافه المسارات، ثم ايضا انتقل لمرحله التفاهم حول قضايا الاقليم باعتبار الاداره الامريكيه تراهن على مصر بشكل جوهري باعتبارها شريك استراتيجي في ضبط ايقاع الامن والاستقرار في المنطقه بما تمتلكه القاهره من قدرات ومؤهلات على صنع الاستقرار في المنطقه بفضل عوره دورها القوي والحيوي والضغط في اقليم الشرق الاوسط حاليا وفي العالم العربي. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، كنت معنا استاذ اشرف العشري مدير تحرير جريده الاهرام والكاتب الصحفي، شكرا لك.